فلا طريقة وكيفية إلغاء إشعارات منطبقة على التطبيق. نقوم بالضغط هنا على تطبيق تليجرام، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بنزول الأسفل والضغط هنا على إشعارات والأصوات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إشعارات منبثقة داخل التطبيق. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل إشعارات منبثقة داخل التطبيق، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.